شو رايكم نستقبل مدرب الحياة طارق قرطام تحديدا من لبنان من بيروت؟ صباح الخير سيد طارق. صباح النور، يسعد صباحك. شفنا ممكن في تقرير ابرز الاشياء اللي بدت مطروحه في يومنا هذا، زي التليفونات، زي طبعا يعني جلسات الحديث عن الاخرين، بالتاكيد هذه كل الاشياء تضيع في وقتنا. اليوم لما نبغى نتكلموا على الاشياء اللي فعلا ممكن ان احنا نستفيدوا بها او تكون بديله للاشياء اللي تضيع في الوقت، شنو هي ابرز الاشياء اللي ممكن الانسان يستفيد منها في وقته؟ هلا اجمالا نحن قبل ما نشوف شو الاشياء اللي لازم نحن نعملها لحتى ما نضيع وقتنا، قبل لازم نكون عم نعرف اساسا ليش نحن هذا الوقت عم بضيع، وليش نحن كثير من الاوقات بنحاول نغير بحياتنا لكن هذا التغيير ما بيستمر الا لفتره قصيره، من بعدها بنقدر نعرف شو اللي لازم نعمله لحتى نقدر نحسن من حياتنا ونتابع حياتنا بالشكل اللي بيرضينا وبيسعدنا. ففعليا اجمالا اي تغيير بدنا نكون عم نعمله بحياتنا او اي هدف بدنا نكون عم نسعى له رح يطلعنا من منطقه الراحه، ومنطقه الراحه اللي نحن متعودين عليها الناس بتقاوم عمليه الخروج منها، لهيك دائما لازم نكون عم نعمل ترتيبات وتدريبات لانه نقوم باشياء نحن مش متعودين على انه نقوم فيها او ما كثير بتشعرنا بالراحه اذا قمنا فيها، هيك بهذه الطريقه بنكون تلقائيا عم نعزز قدرتنا على القيام باشياء مزعجه للنفس اجمالا لكن فيها فوائد كثير كبيره لالنا. طيب اغلبنا نعرفوا احنا علاش نضيعوا في يعني احنا ليش او شو السبب اللي ممكن يضيع لنا وقتنا، اغلبنا نعرفوا الصح ونعرفوا ان احنا المفروض نستثمر وقتنا ولكن ما عندناش القوه، يعني بمعنى اخر في هالبنات في كل شهر مثلا يديروا خطه ان هم مثلا بينضموا لصاله رياضيه، بيخشوا الكورسات الفلانيه، وللاسف يمر الشهر هذا وما داروش ولا شيء. هنا كيف نقدر اني انا نحاول ان بالعكس نغير الروتين هذا؟ هل بتغيير روتين يومي، هل بتغيير مثلا موعد نضاني من النوم وموعد نومي، شنو الاشياء اللي ممكن اشياء بسيطه ممكن تخليني على الاقل نحقق نشاط من الانشطه اللي كنت نبي ننضم لهم؟ هلا اجمالا نحن اذا ما كان عندنا دوافع حقيقيه لتحقيق شيء مش راح نقدر نلتزم بعمليه تحقيقه. فاذا ما في هذه الدوافع ليش، يعني انا دائما اسال حالي ليش بدي احقق هذا الهدف، انا شو راح استفيد اذا وصلت لهذه النقطه، وشو راح اخسر اذا انا ما وصلت لها. بهذه الطريقه بقدر احدد بالضبط انا فعليا ليش عم بقوم بهذا الفعل، او ليش انا عم بقوم بهذا التغيير، او ليش انا عم بسعى باتجاه هذا الهدف. اذا ما عندي دافع اكيد مش راح التزم فيه، فهذه الدوافع هي اللي بتخليني عم بتحفز كل مره لانه انا استمر، وباي عقبه عم بتواجهني كمان انا عم اكمل بسبب هذا الدافع، هذا الدافع ممكن يكون حلم انا عم بسعى لانه انا احققه، ممكن يكون قيمه موجوده بحياتي انا بدي اوصل لها، ممكن تكون صوره ذهنيه مستقبليه انا حابب اكون فيها مستقبلا، فلازم يكون عندي دوافع. نقطه ثانيه، المحيط السلبي اللي نحن عايشين فيه بيخليني ببساطه بشكل عائق رئيسي امام اي تغيير انا بدي اقوم فيه، من ناحيه الاشخاص اللي موجودين، فانا لازم انتبه انا مع مين عم بقعد وشو عم نحكي مع بعض، وهذا راح ياثر علي بشكل مباشر، والاخطر انه انا شو عم بحكي مع حالي، لما انا بحكي مع حالي بشكل سلبي وانا غير مقتنع تماما انه انا قادر على التغيير، فاكيد انا مش راح اقوم باي تغيير. طيب هل لازم ان لما نبدو حياه جديده او نبدو قرارات جديده من الضروري ان احنا نتخلصوا من الناس اللي يصدرونا في طاقه سلبيه او الناس اللي دائما كلامهم سلبي او مش مفيدين في حياتنا؟ ولو كان من الضروري كيف نقدر نتخلص، خاصه ممكن يكون من احد افراد اهلي، ممكن يكون صديق عمر فما نقدرش نتخلص منه، بس كيف نقدر نتفاداه؟ هلا باوقات يعني لازم انا اوقف شوي مع نفسي وقت الصدق واقول اللي انا منه يعني اللي مش قادر يساعدني لاقدر احقق ذاتي، فهذا الشخص مش لازم يكون موجود بحياتي. هلا بدي يكون عندي الجرأه على انه انا اتخلص من بعض الاشخاص. مش عم اقول اتخلص من بعض الاشخاص يعني انه انا اعزلهم عن حياتي تماما، لانه في منهم اهلي مثل ما قلت ممكن يكونوا سبب رئيسي بعمليه
الطاقه السلبيه اللي عم يحطوني فيها، لكن هول بعزلهم عن احلامي وطموحاتي، ما بعزلهم عن الحياه الاجتماعيه اللي انا بقوم فيها، بعزلهم عن تاثيرهم على احلامي وطموحاتي، فانا ما بشاركهم الا بالشيء اللي لازم هن يعرفوه، اما الامور اللي بتحقق لي انجازات فانا بعتزل هول الناس، بالعكس بدور على الاشخاص اللي اقدر اخذ منهم طاقه ايجابيه، اقدر اتعلم منهم. طيب سيد طارق، في بعض المختصين في جانب التنميه البشريه يفضلوا ان الانسان دائما يصحى بدري، يعني دائما يبدا الصباح باكر، وفي البعض الاخر يقولوا ان اول سبب رئيسي يخلي الانسان عاجز انه يغير روتين يومه. انت تأيد اي نظريه والسبب ايضا؟ انا مش مع انه يبلش بكير ولا انه يبلش مأخر، كل انسان عنده وقت بنسميه وقت الذروه، هذا وقت الذروه اللي هو بتكون طاقته فيه عالي، في ناس ممكن تكون فجرا هذا وقت الذروه عندهم فبيستغلوها بامور المهمه بحياتهم، وفي ناس ممكن تكون وقت الذروه عندهم ظهرا، حسب كل شخص هو وين بيلاقي طاقته بتكون موجوده، هلا اغلب الناس بتكون الطاقه العاليه عندهم هي بالاوقات اللي هم اول ما يفيقوا من النوم، خاصه اللي بيفيقوا بكير يعني. طيب. لانه اذا بتراقبي سير الناجحين بتلاقي انه ما كانت تطلع عليهم الشمس وهم موجودين بتراجعهم، فكان وقت اللي الناس بتبلش تصحى من النوم هم بيكونوا حققوا الجزء الاهم اللي لازم يوصلوا له. طيب سؤالي الاخير ليك، يا ريت تعطينا نصائح لها علاقه بالناس اللي فعلا عندهم اراده ان هم يستغلوا اوقاتهم، ولكن في شيء دائما يوقف في طريقهم، ممكن يكون اكتئاب، ممكن يكون طاقة سلبية، أعطينا بعض نصائح طبعا للمشاهدين لأنه فعلا الوقت مهم جدا. تمام، فإذا أول نقطة لازم نعملها هو إنه نحن نتدرب على إنه نقوم بأشياء مفيدة لإلنا رغم إنه هي مش مريحة، يعني نطلع شوي من منطقة الراحة اللي نحن متعودين نكون موجودين فيها، لازم نقوم ببعض المهمات، نسجل عندي على ورقة كل يوم أنا ثلاث أربع مهمات أنا لا ما بحب إنه أنا أقوم فيهم بس هن مهمين بالنسبة لإلي، وأفرض على حالي إنه أنا أقوم فيهم وأراقب أنا تصرفاتي، عقلي رح يختبرني إذا أنا رح أكون مقتنع تماما باللي أنا عم بقوم فيه ولا لا، فإذا أنا حققت إنجازات صغيرة رح يساعدني هذا على تحقيق إنجازات كبيرة. نقطة ثانية هو نمذجة بعض الناجحين، يعني أنا مين الشخص اللي بتمنى أكون مثله؟ خليني أشوف حياته كيف ماشي، شو بيعمل، كيف بيتصرف بالمواقف المختلفة، وأحاول أنا أخذ نقاط القوة اللي موجودة عنده وأدخلها على حياتي وعلى واقعي أنا، فهيك بكون عم باخذ يعني عم بتفادى أخطاء كثيرة هو وقع فيها وتعلم منها أنا أخذتها بشكل جاهز. دائما يكون عندي أهداف، أحط أهداف وأحط دوافع لكل هدف. شكرا جزيلا سيد طارق قرطام، مدرب حياة حديدة من لبنان من بيروت. إذا مشاهدين بما أننا نتكلموا على الزمن، فطبعا مسلسل مسافة اللي طبعا كان البطل الأساسي فيه عابد فهد خانهم الوقت باعتذار عابد فهد عن البطولة الأساسية، فخلينا نشوف تقرير عن هذا المسلسل وبالتأكيد لي رجعة مع تعليقاتكم. مسافة أمان، عمل درامي سوري كان من المتوقع أن يشارك النجم عابد فهد فيه مع زميلته سلافة معمار بعد خمس سنوات انقطاع عن الدراما السورية، إلا أن النجم اعتذر عن هذا العمل لانشغاله في مسلسل درامي آخر وهو دقيقة صمت، بدأ بتصويره منذ أسابيع مع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبة على أن يكون هذا المسلسل ضمن السباق الرمضاني. كان من المتوقع أن يكون عابد فهد الشخصية الرئيسية وتدعى سلام، يخطف أثناء الحرب ويبدأ رحلة صعبة بعيداً عن أسرته. يشارك في المسلسل قيس الشيخ نجيب وكريس بشار، أما مخرجه فهو الليث حجو الذي قرر محاكاة القصص الاجتماعية للسوريين بعد الحرب في هذا المسلسل. اعتذار عابد فهد ترك صناع العمل أمام ورطة، سنرى كيف سيعالجونها في الأيام المقبلة ومن سيستطيع اختطاف هذا الدور.
إذا مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما شفنا تقرير عن مسافة أمان. خلينا نقرأ بعض من تعليقاتكم من برينسس دودي تقول إن أنا نقضي وقتي أو وقت فراغي في الرسم، من نسرين نخصص في وقت للنت، وقت للحوش، وقت للأسرة. نحاول أن ننظم وقتي وننصح كل شخص إنه ما يضيعش وقته على الفاضي وإنه يحاول يطور من نفسه. من سيف الإسلام صباح الخير، من ياسين صباح السعادة والهناء، من أيضا منصور صباح السلام والأمان. إذا كانت هذه أغلب تعليقاتكم مشاهدينا، حنطلع بكم فاصل وبعد الفاصل حنتكلموا على موضوع مهم جدا وهو صلاحية المواد التجميلية. بالتأكيد من أهم الأشياء اللي مفروض نحن نرد بالنا منها وهي صلاحية المواد، وما نستهينوش بالنا، ممكن خلينا طبعا نضطر ندير عمليات ونضطر ندخل في أشياء كنا في غنى عليها. فإذا فاصل مشاهدينا ونواصل.